رنج رامي ديستوفامي بس مش اي كرونيك رنج رامي ديستوفامي سابيرتد رنج رامي ديستوفامي. يعني ايه سابيرتد؟ يعني انا عندي قص في بي ما كانش سابيرتد عندي كده كده انا عندي قص تمام. فهي نوع من انواع الكرونيك سابيرتد رنج رامي ديستوفامي. وعفتبر فاكرين كلمه رنج روما يعني ايه موضوعات السكشن اللي فات؟ هي نوع من انواع الكرونيك ديستوفامي تتميز بماس فورميشن. الناس دي مش تيومر، هي عباره عن مجموعه من الكرونيك انفلاماتوري سيلز. طيب الاكتينومايتوزز دي بتسببها بكتيريا جسمها اسمها اكتينومايتس اسرائيلي. ليه اسمها اكتينومايتس اسرائيلي؟ عشان البكتيريا دي بتعيش في مستعمرات في جسمك. هي عايشه في البنسل كوريستي على هيئه مستعمرات، ولما ببص عليها تحت المايكروسكوب بشوفها على شكل مستعمرات كوريس. طيب عندنا ديفينيشن كوريس. طب ازاي ايه هي الميثود اوف انفكشن؟ انا ازاي البكتيريا دي بتسبب هي عايشة جوه جسمك؟ هي عايشة في جسمي كومنسلز تمام؟ سني في ايه؟ في حالة واحدة لما يحصل لي تبقى بريديسبوست باي كروما او تيشو دي فايبرزيشن. يعني انا اتوقف خطة جامدة او مجموعة من التيشو مجموعة من الأنسجة في جسمي مات تمام؟ حصل تيشو دي فايبرزيشن او كروما في الحالة دي البكتيريا دي بتبتدي تسيرفيس. انا بشوف بكتيريا روسلي مايكروسكوب. روسلي بعيني المجردة هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مطر في الأسس انتر أبسس كتير متوصلين ببعض تحت الجلد يفتحوا لي على الجلد بمنطقة الصعبس بالمنظر ده. هقول إن ده الجلد بتاعي تحت الجلد عندي منطقة الأبسس كذا أبسس تحت الجلد متوصلين ببعض تمام؟ الأبسس ده عشان يفضي فصل جواه لازم يفتح في التراك، التراك ده اسمه صعبس. يبقى منطقة الإنفر كوميونيكيتنج أبسس عند السكين بيفتحوا على السكين سيرفيس باي منطقة صعبس. طب أنا بشوف إيه؟ أنا بشوف قرون كتير عندي. ده اللي انا بشوفه فعلا. الخروم دي انديكيتنج ايه؟ انديكيتنج بساينس لابسس موجوده تمام؟ اما الساينس بتفتح بشوف ايه؟ بيخرج لي قص بيخرج لي بكتيريا، بكتيريا بشوفها على شكل سنفر بانيوز. ماده كده لونها اصفر. تمام؟ يبقى ده بالنسبه للقص. طب مايكروسكوب تحت المايكروسكوب انا بشوفها ازاي؟ مش اتفقنا ان هي مستعمره؟ البكتيريا دي بتعيش مستعمرات بس انا عايز اشوف البكتيريا هي الواحده الاول شكلها عامل ازاي؟ انا اتخيل ان الهرم ده لونه اصفر. بشوف فيلمنت بلو فيلمنت لابسه كاب لونه احمر. ده شكل البكتيريا الواحده بس هي ما بتبقاش شكلها كده. انا ما بشوفش الشكل، انا بشوف مستعمره، بشوف كذا واحده او كذا بكتيريا مع بعض. فبيبقى بشوفها المنظر ايه؟ الفيلمنتس دي مرصوصه راديال 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 تمام؟ يعني ايه عامله كده؟ شكل اشعه الشمس. ده فيلم كذا فيلم. طبعا اتفقنا ان اللون ده ازرق، احنا اتخيل ان اللون ده ازرق، وكل فيلم من دول لابسه كاب ولونه احمر تمام؟ دي على بعضها دي مستعمره تتكون من كذا بكتيريا مع بعض. انا بشوف المنظر، بشوف بوشة او بركه كده لونها ازرق حواليها عين شمس. ومش المرض ده كرونيك انفلاميشن، هو انواع كرونيك انفلاميشن يبقى انا هشوف كرونيك انفلاماتوري سيلز. كرونيك انفلاماتوري سيلز انا بشوف ازاي؟ انا بشوف على شكل نقط زرقاء. ايه هي كرونيك انفلاماتوري سيلز اللي موجوده عندي؟ ايه كرونيك انفلاماتوري سيلز؟ مايكروفيجز. مش انا قلت ان ده سفيرة الانفلاميشن؟ يبقى بشوف قص تمام؟ شوف كل الكرونيك انفلاماتوري سيلز موجوده عندي. الكرونيك انفلاميشن بيتميز بفايروس بوزيشن. البوزيشن اللي انا بشوف حوالين الكرونيك انفلاماتوري فايبروزيس، اريا اوف فايبروزيس تمام؟ واريا اوف مانيوليشن تيشو، يعني دايليتد بلاد فيسل، اشوف بلاد فيسل كده واسع مليان دم. فانا لما ابص عليها تحت المايكروسكوب اعرف الاكتينومايتوزز ازاي؟ بشوف كولونيز اوف بكتيريا، مستعمرات من البكتيريا، لونها ازرق، المستعمره دي لونها ازرق متخلطه بريد شادو بتاعت لونه احمر تمام؟ حواليها كرونيك انفلاماتوري سيلز نقط زرقاء كتير وحواليها فايبرس تيشو او فايبرس ده شكلها تحت المايكروسكوب. شكلها بعين المجرده عباره عن ايه؟ نقط كتير او كروم كتير في الجلد. كروم دي انديكيتنج ايه؟ انا عندي فضل الابسس انتر كومبليكيتنج ابسس تحت الجلد بتفتح عن طريق تراك وباي مالتي سايز. كل ابسس بيفتح لوحده سايز تحت الجلد تمام؟ ده بالنسبه للاكتايموايتس. عندنا كذا نوع من انواع الاكتايموايتس. احنا كدكاتره اسنان يهمنا نوع واحد منهم، بس مش معنى ان انا اعرف نوع واحد وارمي البيت، لازم
الكارب مفيش غير ده موجود في بطن الجلوكوزا، تمام؟ بيفتح على جنب، اي اركان محفوظ بتفتح على جنب. بتفتحلي فين؟ بتفتحلي عند الجوف وبتفتحلي عند الجوف. ببص عليها تحت ببص عليها بعيني بشوف كورون كتير في المنطقه، كورون كتير بتطلع لي بص بتطلع لي سلفر فريجمنت. تاني نوع عندي نسبته 20% اسمه انفستايلر ابتايلر مفيش. انفستايلر يصيب تيرمينال فين ويفتح لي فين في الكورون بتاعتي او المنطقه الساينس بتاعتي تفتح لي في الرايت كلير فاست، تمام؟ النوع الثالث اسمه بالمونري تايمر ريفوزس نسبته 15% يصيب اللور لوبس بتاعت المنطقه لو هي بتفتح وتفتح او بتفتح تفكر مرق نستعلم تشيست فور بتفتح لي على الاستيم بتاع تشيست فور، تمام؟ واخر نوع عندي اسمه سكين تايمر ريفوزس في بنك شهير موجود في مصر اسمه سي اي بي. عارفينه؟ سي اي بي ده انواع الابتايم والبروتس. ده سي سرفايفل فيشن نسبتها 60%. الاي انتستاينر نسبتها 20%. البي هنقلبها تبقى بي هي البلمونري نسبتها 15% في الاكل سكين كانسر. في اي اسئله في الابتايم والبروتس؟ سهله؟ النوع الثاني اللي عندنا النهارده هو الماديولافي. ايه هي الماكولا؟ ليها كذا اسم. اسم تاني اسمه لوكار كيزس، اسم تالت اسمه مايسيتوما ايكس، تمام؟ الثلاث اسماء صح. طلعوا طيب الماكولا دي ايه اصلا؟ البلد اللي اكتشفوا فيها المرض البلد دي ايه؟ فسموها على اسم وجود عشان هي بتصيب الكل، بتصيب القلب. هي نوع من انواع الفانيلومكس، فانيلومكس كونديشن، بس دي تسببها فانكس مش بكتيريا. اسمها نون كارديا فانكس، تمام؟ بتأفكت الفوز. لو واحد ماشي الفانكس دي بتبقى موجوده في الاقصاري، لو واحد ماشي بيرفكت واحد ماشي حاجز في الارض الزراعيه او حاجه، تخش الفانكس دي في رجله تعمل له ايه؟ تعمل له مرض اللي هو نون كارديز او الكوره. بشوفه ازاي دلوقتي؟ بشوفه ازاي تحت الفانكس. بص نفس الفانكس زي الفانكس. قرون بتزيد. ليه؟ لان هي عباره عن مالتي الفانجس دي فيري ديبريسيف، ممكن تدمر البونز نفسها، تمام؟ يعني فيري ديستراكتيف وتدمر لي العظم نفسه. طب اشوف رجلين بني ادم واتدمرت وقايا رجلين بني ادم مش بشوف رجلين حقيقيين واتدمرت الجلد عليه دهون كتير ده بالنسبه للجراس. طب الميكروسكوب برضه نفسه بشوف ايه؟ بشوف كولونيس بس مش هفكرهم فانجس يعني كارديا فانجس كولونيس ونوم كارديا فانجس لونها ايه؟ لونها ازرق. حواليها ريد شادوز، ريد شادوز ده ايه؟ ده الكابس اللي نفسها البلو فيلمز بتاعت الفانكس، تمام؟ حواليها كرونيك بتاعت سيلز وحواليها فايبرز، تمام؟ ده الكلام اللي انا بشوفه راسي تحت في اسئله. السكشن الجاي فيه مذاكرين، تيوبركلوزس فيكم مذاكرين المكان والكورس وانا السكشن الجاي هراجع لكم الكلام ده كله تاني في الكورس وهحل معاكم الكورس ده انا واحدة تسببها بكتيريا وواحدة
بتسببها فانجس، تمام؟ البارتيرومايكوز بتسببها كايومايكس اسرائيلي، والبارتيرومايكوز بتسببها نوكاريا فانجس. ده أول فرق. تاني فرق تاني فرق عندنا دكاترة بتعجب والله لو هي بتقول لي دي عينة جاية من رجلين واحد وانا في ايه؟ معذورة. لو قال لي دي جاية من بطن الموزة يبقى انا فين؟ انا بتعجب. ما قاليش حاجة وجايب لي صورة كده. بس لو قال لي اي كي يبقى في الحالة دي انا عايز منك كلمة معينة. طب نعرفه اصلا ازاي بقى؟ اتفقنا ان الاثنين بنشوفها على شكل مستعمرات. كولونيز، كولونيز دي لونها ازرق، ادي مستعمرات مستعمرات كتير، تمام؟ المستعمرات دي لونها ازرق، حاطط شادو لونه احمر، تمام؟ وحواليهم براني في كمان في سلسله نقط كتير لون ازرق، وبعدين حواليهم من بره خالص بس. وانا بشوف ايه؟ بشوف مستعمرات كتير ازرق، حاطط شادو احمر، مستعمره شخصيه بتحاطط شادو احمر، حواليها كرونيك انفلاماتوري سيلز كتير، وبعدين من بره عندي ايه؟ فايبرس. ده شكل دي مستعمره لونها ازرق، حاطط شادو لونه احمر، ومن بره حواليها في اكيوت انفلاماتوري سيلز. ممكن ما اشوفش الفايبروز ده، انا مجايبه هارد اوت، فانا شايف مستعمره منها ازرق، حواليها شادو لونه احمر، وحواليها كرونيك انفلامي سيلز نقط كتير لونها ازرق. ده شكل تاني تحت الميكروسكوب. الصوره دي واخد سبيشال سكيل، فانا مش قادر اشوف اللون الازرق اللي جوه. مش مهم سبيشال سكيل ايه، بس المهم ان انا اعرف ده لون السكوب، تمام؟ دي مستعمره عندي، فالمفروض ان لونها ازرق ومتحط شادو لونه احمر، حواليها نقط كتير لونها ازرق اللي هي كرونيك انفلامي سيلز ومتبرع فيه. طيب ده بالنسبه لتحت بعيني، دخل ان انا بشوف الاثنين على شكل ايه؟ نقط ورموم كتير موجوده في الجلد، صح؟ الورم بيجيلي من ايه؟ من السمايلس، برين مالتي ابسس تحت الجلد. انا بقى فعليا بشوف ورموم كتير في الجلد. سيبتوا دي ايه؟ ليه؟ عشان شايفه الجلد بس، مفيش اي حاجه ثانيه صعبه. اصفر كده فوق، اللون الاصفر ده معناه ايه؟ ان في صفر من الجلوز او البكتيريا خارجه